بالعودة إلى التطورات المتعلقة بتدمير سد نوفا كاخوفكا في جنوب خيرسون، تنضم إلينا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بطفان. أهلا بك لانا عبر سكاي نيوز عربية. تطورات متسارعة، تبادل الاتهامات بين الطرفين الأوكراني والروسي، قراءة أولية لما يجري، هل تدمير هذا السد وتفجيره أو قصفه يغير في مجرى الحرب؟ مرحبا. بالتأكيد لا يغير أي من مجرى الحرب، ولكن هي أضافة ضغط جديدة واتهامات جديدة تطال روسيا بأنها تقوم بعمليات إرهابية، عمليات استفزازية هدفها إزاء السكان المدنيين لأوكران. ولكن فيما لو نظرنا من المستفيد من هذه من هذا التفجير، بالتأكيد لن تكون الدولة الروسية مستفيدة. بالتالي الإشارات الاتهام يجب أن لا تكون على روسيا، إنما على السلطات الأوكرانية، على المخربين والمجندين الذين يتواجدون في تلك المنطقة. اللافت للأمر بأن طيلة الأسبوع الماضي كان هناك قصف مستمر من قبل مقاطعة خيرسون على من قبل القوات الأوكرانية في تلك المقاطعة على القوات الروسية بالقرب من منطقة خيرسون. بالتالي الهجوم الكبير كان من قبل أوكرانيا وليس من قبل الجيش الروسي. البارحة كان فعليا هناك قصف متبادل بين كلا الطرفين، ولكن لا يمكن أن نقول بأن روسيا تعمدت أن يكون هناك تفجير في هذا الجسر، في هذا المكان، أو إزاء السكان وإزاء المدنيين، لأن أساسا روسيا انسحبت من منطقة خيرسون لكي لا يحصل مثل هذا. كان هناك أحد التبريرات لانسحاب الجيش الروسي من خيرسون، فلا يكون هناك أي تأثير على السد. بالتالي اليوم يكون هناك اتهامات على روسيا، لكن القوات الروسية تتخذ من خيرسون خط دفاع أستاذة لانا، والطرف الأوكراني يعني على لسان أحد وزراء الحكومة يقول أنه روسيا تريد أن تقوض تقدم القوات الأوكرانية التي تقوم بهجوم مضاد، وبالتالي كان قصف هذا السد جاء مبررا من قبل روسيا. لو كانت روسيا تريد تقويض القوات الأوكرانية لفعلت هذا منذ زمن بعيد، منذ العام الماضي عندما تقدمت القوات الأوكرانية بالفعل في منطقة خيرسون، عندما كانت روسيا تملك زمام الأمر في منطقة خيرسون بشكل كامل وأجرت الانتخابات بها، انتخابات لانضمامها إلى الفيدرالية الروسية. في ذاك الوقت كان فعليا على الأجدر على روسيا أن تقوم بهذه الأعمال لتقويض القدرة الإيرانية، القدرة عفوا الأوكرانية العسكرية، وتمنع تقدم القوات الأوكرانية. بالتالي الاتهامات من قبل السلطات الحكومة الأوكرانية تجاه روسيا في هذا الموضوع هو غير منطقي. نعم. ماذا بالنسبة لمحطة يعني زابوريجيا النووية؟ هناك يعني قد تتأثر بالنسبة للإمدادات، هناك مفاعلات في هذه المنشأة يعني تستمد، أو هناك محطة كهربائية تستمد مياهها من هذا السد، هل تتوقعين أن يكون هناك أي هجوم إضافي يطال هذه المحطة؟ يعني وفق المعلومات الجديدة الروسية بأن هذا التفجير لن يؤثر على منطقة زابوريجيا بشكل كامل، ولكن هناك أيضا تصريحات تقول بأن الجيش الأوكراني والقوات الأوكرانية تحاول زرع بعض القنابل، منها القنابل القذرة، حول محيط منطقة زابوريجيا. بالتالي يجب فعليا أن يكون هناك دور كبير للمفتشين وكالة الطاقة الذرية، يجب أن يكون هناك دور للجانب الغربي لكي يمنع الجيش الأوكراني والسلطة الأوكرانية بالقيام بأي أعمال فعليا قد تؤثر على ليس فقط على الدولة الأوكرانية إنما على أوروبا الشرقية بشكل كامل. المعلومات الروسية تفيد بأن هناك عمل تخريبي أوكراني الأيام القادمة، الجيش الأوكراني يحاول زرع القنابل القذرة وهي ذات تكتيك نووي على حد العلم. وزابوريجيا بطبيعة الحال هي منطقة حساسة للغاية ولا تتحمل أساسا أن يكون هناك معارك عسكرية مباشرة بين الطرفين. بالتالي لا يتوقف الأمر عند السد حيال منطقة زابوريجيا، إنما هناك أيضا معلومات روسية تفيد بأن الجيش الأوكراني سيكون له هجوم مضاد على المنطقة، ولكن بقنابل وأسلحة ذات طبيعة غير ممكنة مع الطبيعة الخاصة لمنطقة زابوريجيا النووية.
هل برأيك يعني إذا ما افترضنا هذه وجهة النظر التي تقول أن القوات الأوكرانية هي التي دمرت هذا السد، هل من المعقول أو وارد أن قوات أوكرانية تدمر يعني سدا تحيط به 80 بلدة يعيش فيها أكثر من 20,000 مواطن؟ من الممكن فعليا أن تقوم بذلك لتقويض السلطة العسكرية الروسية في تلك المنطقة، لتمنع الهجوم الدائم من قبل وحدات الجيش الروسي. يعني دائما ما نسمع عن صفارات أنذار تدوي في خيرسون وفي كييف، بالتالي لو نظرنا من المستفيد في هذه الفترة هو الجيش الأوكراني وليس الجيش الروسي. روسيا انسحبت من تلك المنطقة بأحد التبريرات لكي لا يكون هناك أي معارك حيال السد في تلك المنطقة، ولكن الجيش الأوكراني هو من استمر بالعمليات العسكرية طيلة العام الكامل من منطقة خيرسون باستغلال القرى والمدنيين وبالقصف المباشر على القوات ووحدات الجيش الروسي. البعض يتهم بأن هناك مخربين هم من تقصدوا قيام بذلك، ليس الطرف الأوكراني وليس الطرف الروسي، بالتالي الرواية إلى حد هذه اللحظة الضبابية غير واضحة، هناك اتهامات على كل الأطراف، لكن هناك بعض الأصوات تقول بأن بالتأكيد الحكومة الأوكرانية لن تقوم بهذه الأعمال، هناك مجندين، هناك مخربين يحاولون الدخول إلى الحدود الروسية، يحاولون تفجير السدود، الجسور وغيرها والمطارات. يعني هناك بعض الأصوات تقول ذلك، بالتالي المسألة إلى حد هذه اللحظة غير واضحة، غير معلومة، لا يوجد أي معلومات بالدليل بتورط الجهات المخربة أو تورط الجهات الروسية حتى، لكن حسب المعطيات والتحليلات الخبراء العسكريين والسياسيين الآن على المحطات التلفزة يقولون بأن الجانب الأوكراني هو متورط 100%. أولا هدفه اتهام روسيا أمام المجتمع الغربي بأن روسيا هي دولة إرهابية تقوم بتفجير الجسور، ثانيا تقويض السلطات العسكرية في تلك المنطقة، بالتالي هذا يساعد الهجوم المضاد الأوكراني على منطقة خيرسون باستردادها بشكل كامل، وأيضا بالضغط على منطقة زاباروجيا حيث هناك القوات العسكرية الروسية كما نعلم. فهذا الأمر هو مساعد للجيش الأوكراني ومحبط بالنسبة للجانب الروسي، بالتالي ليس من المعقول أن تقوم بروسيا بتفجير الجسر. طب يعني في هذه الحالة سيدة لانا، يعني الوضع يعني وضع روسيا ككل تبدو كأنها تتراجع في هذه المعارك، إذا ما سلمنا أنه القوات الأوكرانية تتقدم من أجل استعادة خيرسون، من أجل الوصول إلى محطة زابوريجيا، في ظل الحديث عن هجوم مضاد. نعم بالتأكيد هناك ضغط كبير على روسيا، خاصة أن عدة المعارك انتقلت إلى الحدود الروسية الأوكرانية مع القرى والمدن على الشريط الحدودي مثل شبكين وغيرها من القرى. هذه المدن قد أخليت فعليا من السكان الروس لتبدأ معارك بين كلا الطرفين. البارحة كان هناك مقاطع نشرت عن أن المخربين يخرجون عن طريق المجارير، بالتالي وجود فعليا المخربين في تلك المدينة بات حقيقة، وجود اشتباكات بات حقيقة، بالتالي على روسيا تحدي كبير في هذه الفترة القادمة، إثبات بأنها قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي، ومن ثم أن تكون قادرة على حماية المقاطعات الأربعة التي ضمتها، لأن أيضا جنوب دونيس الآن هناك معارك ضاربة بين قوات رمضان قارب الظروف وبين أيضا وحدات الأوكرانية.